السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبينا نشارك معكم في موضوع الشتلات الداخلية والخارجية، معكم أبو عبد الرحمن من الرياض. طبعا هذا الموقع في السطح مسوي تغطية كاملة يعني من فوق بلكسان، طبعا في تكييف في الصيف شغال 24 ساعة، وعندي أنواع من الشجر الداخلي والخارجي، يعني الحمد لله يعني معطيت إنتاج متوسط. يعني عندي الفلفل ما شاء الله، يعني الحمل عنده كويس، الموز هذا موز طبعا صيني زارع من البذور وماشي الحمد لله. عندك القهوة برضو عندي، يعني ماشي أمورها. يعني الأشجار عندي مو بذيك يعني اللي، بس الحمد لله يعني أعتبر إني ماشي أموري كويسة. هاي زارعها من بذور برضو، هذا أفكادو، كل هذه في الأصائص يعني بداية نمو. هذا الداخلي يعني الحمد لله. عندي وقت في الصيف يعني تكون درجة الحرارة عندي الداخلية من بين 25 إلى 27 26 توصل. عندك هذا التين برضو ممتاز ماشي معه، هذا متسلقة الشاي الأزرق. وحبينا نشارك الموضوع هذا، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تعجبكم المشاركة هذه.